سلمى قولي لي انت عملتي ايه هناك؟ اتبسطتي بالماتشات؟ حاسه كنت قلقانه تخسري يعني؟ البطوله كانت حلوه؟ طبعا البطوله حلوه قوي طبعا. نسبة اسباب كمان انا ان شاء الله الكابتن رششتني التامت عشان انا العب صح واظبط عشان اعمل صح عشان اجيب اول. برافو عليك، برافو عليك، وجبتي اول الحمد لله. شكرا ربنا حق مني انا جبت اول الحمد لله رب العالمين. طيب قولي لي كنت بتنزلي الماتشات قلقانه خايفه شويه تخسري ولا ما كانش عندك ده خالص؟ لا مش خايفه. مش خايفه؟ الناس ده تكسبي. طب قال لي شكت نفسك يا سلمى، حركه قويه ورجع نعست وانا عامل كل حاجه. برافو عليك، برافو عليك. عايز اقول لك ان مصر كلها فرحانه بيك، عارفه كده؟ طبعا. انت يعني عايز اقول لك لا ده بجد احنا فرحانين بيك، انت حاسه بكده ولا لا؟ طبعا انتوا فاهمين وانا بجد احب الناس كلها. طيب انت اكيد طبعا بتلعبي في النادي الاهلي. طبعا. وطب انت يعني فخوره بلعبك في النادي الاهلي؟ طبعا. بتحبي لعبك في النادي الاهلي؟ طبعا. وحاسه ان انت نفسك تعملي حاجه كبيره النادي الاهلي؟ انا اجيب عماله وعمال دامت عفل دامت ليا اكتر حاجه. هي كمان بطلة سباحه كمان. كمان انت بتلعبي سباحه كمان يا سلمى؟ اه سباحه كمان. ما شاء الله. بتلعبي ايه تاني يا سلمى؟ سباحه وبيج بونج وطاوله. ايه ده الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله متميزه ما شاء الله. طب اكتر لعبه بتحبيها ايه بقى؟ السباحه ولا التنس ولا البينج بونج ولا الكاراتيه؟ ثلاثة. الثلاثة بتحبيهم؟ كاراتيه شوية. طب الكاراتيه ماشي عشان النهارده كاراتيه. عشان كابتن قدم حمدي قعد معايا تيلا معايا منتخب معايا على طول كل يوم. اه. عمراني دايما قوية وثبتني كل حاجة يعني. بتحبي كابتن محمد؟ قدم محمد وقدم كابتن محمد محمود. قدم محمود. بتحبي الاثنين؟ اه عشان هم ثبتوني. اه. انا. طب قولي لي انت طبعا اتكرمتي من السيد الرئيس. اه الحمد لله. ويمكن ده يا جماعه احنا منتظرين تكريم السنه دي بقى. التكريم ان شاء الله السنه ده كان 2018 وسام الجمهوريه. ده وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى. من الطبقه الاولى، معلش يا جماعه نوضحه، ده وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى. وسياده الرئيس كرم سلمى ويمكن يمكن ده انت 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 حابه الوسام؟ طبعا حابه. كنت حابه ان انت تقابلي سياده الرئيس ولا لا؟ طبعا. هي وعدته احنا في 2018 سيادة الرئيس في احتفال قادرون باختلاف هو كرم الحمد لله المنتخب كله بتاعنا واداها وسام جمهوريه من الطبقه الاولى. الحمد لله كان ليا شرف ان انا احصل عليه برضه. ووعدناه ان احنا نجيب اول في بطوله العالم اللي احنا كنا فيها دي. والحمد لله ربنا كرمنا واحنا كنا تاني عام السنه دي الحمد لله خدنا اول عام على العالم يعني. ما شاء الله. يعني انت وعدت سياده الرئيس وفيتي بوعدك. احنا عشان تقابلي. طب انت نفسك تقابليه تاني مره وتقولي له سياده الرئيس انا وفيت بوعدي؟ ان شاء الله ان شاء الله ونشوف ان شاء الله. هيجي فرحه بيا. فرحان بيك. هيجي تاني يشوفني. اه يعني انت عايزه هو يشوفك يبقى فرحان بيك. اه. صح؟ انت عملتي ازاي لما قابلتيه يا سما؟ انا عملت له كده. عملت له كده سياده الرئيس؟ هتعملي له كده تاني لو قابلك؟ انا عملت كده كده كده. عملت كده كده. وبتحبيه يعني انت بتشوفي صوره وبتحبيه بتتابعي اخباره كده؟ اه طبعا شفت كل يوم. والله العظيم حاجه جميله جدا يعني. ده وسام طبعا الجمهوريه وسياده الرئيس بيولي اهتمام كبير والدوله المصريه كلها طبعا. دي حقيقة. بتولي اهتمام بتولي همم.